هو مش منتمي لله بس، ده هو مؤمن وأخوك وجارك ومظلوم ويراق دمه بلا ثمن والكل متكالب عليه، فلا أقل من الدعم ولا أقل من التضامن ولا أقل من الدعاء ولا أقل من المشاعر ولا أقل من الدعم العام العظيم والموقف العظيم لبلدنا مصر. نعم. فأنا مع حضرتك، لابد من تضامننا مع أهلنا في فلسطين ودعائنا لأهلنا في غزة، ومن يملك الدعم والتضامن عبر القناة الشرعية في بلادنا لابد أن يفعل ذلك. كل يعطي على قدر عطاء الله له. الله يشكرك. شوف ازاي. نعم. الحكومة والقيادة السياسية لها دور بتأديه، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم لما فيه الخير للبلاد والعباد. والعلماء عليهم دور، والشعب عليه دور، كل في مجاله. وحلو إن احنا نبقى فاهمين برضو يا أستاذنا، ونبين للناس مع وقت الضعف كده إن في طاقة من التفاؤل. لازم نبقى عندنا اللي بيميز ديننا ويميزنا احنا كمسلمين. احنا عارفين طبعا من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. مهم قوي نكون عندنا المشاعر الايجابيه تجاههم، واقل زي ما حضرتكم تفضلتوا ما يكون اقل شيء احنا كنملكه كافراد الدعاء، ونوجه الغير وقت الازمات وقت الامور الصعبه اللي بتلم بيهم في اخواننا في فلسطين، ان حسن الظن بالله جل وعلا. ما يميز ديننا ان احنا عندنا غير الاخرين، ان احنا عندنا حسن ظن بالله. نعم. حسن ظن ان اللي جاي افضل، ان كل هذا بقدر من الله، ان احنا ماشيين بمنهجية رب العالمين هو الذي جعلها. الحكمة لا نعلمها، ولكن الله جل وعلا يعلم ما ورائها. احنا بنشوف هذا المشهد، رب العالمين بيختبرنا جميعا، هل احنا هنهتم، هل هنتأثر بيهم ولا لا، هل هنظن بالله. حلو قوي رب العالمين بيختبرنا.